Happy Live Show at Shutter FM. 48 دقيقة. صباح الخير لكم وحبيكم هنا في الكود بي لايف شو. ديروا لي صداع بزاف. سوبر زيزو اللي جا لنا. صباح الخير. صباح النور. كي داير؟ صباح يا مدايك. كي داير الرباط؟ حمقوية. ما قدرتش تقول لي شي حاجة أخرى على الرباط. كي داير الرباط؟ حمقوية. تسلم على الضربات كنوقف. صباح يا مدايك. مرحبا. كلشي مزيان. زيزو ما جيتيش بوحدك، جا معاك زكريا. زكريا صباح النور. صباح النور خويا عماد. كي داير زيزو؟ كي داير زيزو؟ كي داير زكريا؟ خاطر ما بقيتش كنشوف مزيان. دابا هو السوبر زيزو أنا الروبو. زيزو قدم لي زكريا. زكريا هو خوك هذا بعدا. خويا وتربي وعزيز عليا بزاف. الله يحفظك. وكنخليه بزاف يا اماكن الزباه كيخدم معايا وخدمه زباه كبكيه. تبارك الله كيدير خدمه جباره. ومزيان اللي نهضروا على هذه القضيه. لا راديو ديال سوبر زيزو اللي كنسمعوا سي انترنيت. كاين زكريا اللي خدام معاك في هادشي كامل في الاستوديو اللي جينا عندك وكنتي عرفتي علينا. تبارك الله. زكريا انت هو اللي كاين معنا اليوم. اليوم انتم جيتوا لان وجدتوا واحد المسرحيه اللي سميتها سوبر زيزو في كوكب الارض. وهاد الفكره من عندك زكريا ياك؟ هاد الفكره كيفاش جات؟ عاود لي على الفكره كيفاش جات وعاش غادي نهضروا على هاد المسرحيه اللي غتكون غدا ان شاء الله في مدينه الرباط. ان شاء الله. شكرا خويا عماد على الاستضافه. بعدا دائما كنلقاو الباب مفتوح في شادا اف ام. بالنسبه للعمل اللي هو سوبر زيزو في كوكب الارض، هو عمل ما جاش من محل الصدفه. يعني كان عمل اللي هو فيه شويه ديال التفكير، شويه ديال العمل الجماعي. واكيد هو عمل فني مسرحي من انجاز فرقه ديال ياناس اللي كتكون من اعضاء من ذوي القدرات الخاصه، واحد التجربه دامجه. وبالنسبه للطاقم ديالهم، هو كله طاقه وعزيمه واراده. اللي كنقولوا دائما انه بفضل المواكبه الاسريه دائما انه هو كيعطي واحد القدرات لهاد الوليدات هادو، يعني المواكبه ديال العائله وبصقل القدرات الشخصيه. كذلك كنهضروا على التكوين وعلى واحد المقاربه فنيه مسرحيه اللي كتهدف عليها الجمعيه ديال يانس. كيفاش غدوز هاد المسرحيه؟ بغينا نعرفوا. عندنا واحد نبدا كيقولوا هاد المسرحيه هادي. هو خويا عماد مسرحيه هو كلها غادي تكون مفاجاه بالنسبه للوليدات اللي كيعيشوا واحد الاجواء مع الاصدقاء ديالهم. يعني هو ما كانش غير تجربه هي قصيره، ولكن كانت واحد المده طويله هما عايشين مع بعضياتهم. فجات الفكره انهم كل واحد تقاس عليه يعني واحد الدور، تخيط عليه، تفصل عليه، باش يكون واحد الرساله اللي هي شامله. اكيد غنخلي زيزو اللي يهضر عليها بزاف. يا عزيزو، انا فهمت بان هاد المسرحيه دايره حول اهميه البيئه. سينغ سينغ بيرغوغوك ايليك ايز ماي نافا. سينغ بيرغوغوك جيميزا و ايز ماي نافا غوغوغوك خاصدا ونس اسويا. شحال غادي يكون من واحده عزيزو في المسرحيه معاك انت؟ سيس ستة. بيك انت ستة ولا سبعة؟ بيا انا سكم. ستة ديال الوليدات، كل واحد عندهم. المسرحية غادي تكون فيها بين 45 حتى لساعة المكانة. وغدا غادي تكون هذه المسرحية في الرباط مع الخمسة ونص في قاعة بحليني في الرباط. ولكن هذه الدعوة ماشي مفتوحة، دعوة خاصة انفيتاسيون. واللي بغى يحضر كيخصو شنو خصو يدير؟ يبغى يحكي إن دايا غادي يكون تورني. إن دايا أون فا أورغانيزي غادي يكون إن تورني إن دايا بإذنية في المدن المغربية. إن دايا إذا غادي تكون واحد الجولة في المدن المغربية كاملة، في المدن الكبيرة. وهذا الشيء إمتى غادي يكون هذه الجولة؟ قريبة في 2023 ولا عندكم شي تواريخ؟ لا كيف إن دايا قريبة إن شاء الله. قريبا ان شاء الله. زكريا شحال خذا لكم ديال الوقت باش توجدوا هاد المسرحيه؟ هو العمل كان في تقريبا في التوتال ديالو، كما بالاعداد ديالو، يعني كما كنقولوا كيطيب بشويه كما كنقولوا. فقط فوق الفاخر هذا الفاخر. فتقريبا دا واحد تقريبا كما قلت لك هكاك واحد خمس شهور ديال سي موا بحال هكا تقريبا توتال هكاك باش يوجد العمل ان شاء الله. وكنظن ما لقيتيش شي صعوبات، لان انا بحال دابا كنشوف انا زيزو كي تنقولوا بالدارجه قافز مجيني كيف ما طايره فيني. وديني ذيك بيس اون افا افيك بوكو دامور، بزاف ديال حب وبزاف ديال عزيمه وبزاف ديال اياكا. وي
تبارك الله عليك الإرادة والعزيمة ولو بزاف ديال الحب هذه أهم حاجة وهذو الميساجات اللي قال زيزو. وي وبالنسبة حتى كما قلت قبيلها فكاين كاين واحد المرافقة ديال الأسرة اللي حتى هي كانت وضعت واحد الثقة بالنسبة للوليدات باش يكونوا حتى هما مجموعين باش يكتسبوا هذا الشيء كامل اللي قال زيزو. فبدون الحب ديالهم بدون الثقة ديالهم ما كانوش يوصلوا الوليدات تقريبا لهذه الدرجة اللي وصلوا لها. مرحبا زيزو عمرك درتي المسرح قبل ولا لا؟ ولا اول تجربه كون شي مسرحي مسرحي ممكن ونوبا اغنكي بحالك مسرحيه اينيك. وكيفاش كتحس براسك؟ ما كتحسش بهذه الخلعه غدا لان ملي كتكون اول تجربه كتكون كتسنى الجمهور كيفاش غادي يشوف؟ ها قالوا لي شي شويه ولكن انا ما مسكريسيش ما مستريسيش دابا اللي حنا اللي مستريسين بالي اخويا زيزو هذا الشيء اللي بان لي انا زكريا اللي مستريسي. لا لا وصافي انا خايف منه غدا غياكل لي الدور ديالي. يا يا فهمت بان عندك انت دور في انا نلعب معاهم اخي عيمان. انا هو الروبو زاك انا هو اللي غنكون معاه انا هو صاحبه. انت هو صاحبه في المسرحيه زاك هو صاحبي دابا قالك وزنا اذا من كوكب واك انا زاك وكنمشي نقول جو كاين كريا من كاوك كاين سميزا كريغما جا وباش ندوزو كيميساج غيفر ايوبيا زيزو. هاد الكائنات بقاو هما اخر كائنات في كوكب الارض يعني هما اخر كائنك في كوكب الارض. ومني دابا نتوما جايين ماشي كوكب واحد اخر من تي كوكب اخر وهذاك الكوكب الاخر شنو فيه؟ اعضاء الحكومه اش فيه هذاك الكوكب الاخر؟ ها شي بلاصه اخرى لا مجهول هذاك الكوكب مجهول دابا حنا ما نعرفوكمش غدا منين جايين نتوما من اين كوكب؟ ما كافونش احسن ديالك احسن ولكن راه عنده المركبه ديالو اللي بغى يكريها يمشي هذاك الساعه الكوكب مجهول عنده سوبر زيزو سوبر زيزو كي جاتك الارض غدايا غدايا مرحبا بك عندنا احنا في الارض الارض ميرسي. مرحبا زكريا شي اضافه بالنسبه لهذا حيت قبيله هضر زيزو على بان غتكون جوله ولكن السؤال ديالي مازال ما جاوبتوش عليه كيفاش الناس يمكن لهم يحضروا لهاد المسرحيه؟ الو هو العرض الافتتاحي كيكون دائما عنده لي زانفيتاسيون ديالو باش يكون عرض رسمي افتتاحي بحال نقدروا نقولوا ما قبل الاول ولا ما قبل الاول يعني هو تيكون عرض افتتاحي ومن بعد ان شاء الله غيكون تنسيق ديال المجموعه من الجولات والعروض اللي غيقوموا بها وتكون مفتوحة للجمهور. الجمهور طبيعة الحال في كل مدينة اللي ما تحتش فرصة أنه يشاهد العرض في الرباط أكيد غادي يكون جولات في المدن إن شاء الله بتنسيق وبرمجة اللي هي غادي تكون خلال مع جمعية تي إن إس وبشركاء طبيعة الحال. يلا سولوا الإخوان عندكم شي أسئلة لميديا ستاندار مروة ديزا. أنا بغيت نسول زيزو واش غيدخل الإذاعة الحب ديال الإذاعة في هذه المسرحية هذه؟ سؤال مهم. يا نو الاذاعه ما كايناش في الارض. لا يعني زعما واش داك الكوكب اللي هو فيه واش هو فيه الاذاعه ولا الاذاعه كاينه في الارض؟ كاينه في الارض. لا ولكن عندك عزيزو عندك الاذاعه دخلتيها في المسرحه من سيزي عنده اذاعه ولكن اذاعه واحد الشكل غريبه ديزو. لا لا زيزو نسى السكريبت ديالو نسى الحوار ديالو بالليل زيزو خصو شي تحفظ بالليل زيزو ما بغاش يقول لنا كلشي باش نمشي. لا لا عفوا مفاجاه لمية ديال الصندوق. انا عندي سؤال زكريا بغيت نسول كيفاش خدمتوا على لا ما كيعجبني واحد القضيه بعدا هذه بين قوسين انا كيعجبني تكونوا معاك وحدين في البرنامج وكيقول انا عندي واحد السؤال ها لا زعما ماشي زيزو زكريا بغيت نسولك على كيفاش كان الاعداد ديال المسرحيه وكيفاش واش خدمتوا مجموعه ولا شي واحد اخر هو اللي كتب لكم الحوار ولا شو؟ لا هو الفكره ديالي وهي الاخراج الوغ ما كانش كانت الكتابه اللي هي كتنطلق من الشخصيات يعني كنقولوا كنكتبوا فكره هي ماشي نص واجد اللي غادي يجي وتكتبات من خلال الشخصيات الوغ كتكتب النص وكيعيشوا معها لوغول يعني من احتى الزاد حتى كيساليو يعني كنعيشوا بحال واحد الحماس كتكريا الفكره بالاخراج ديالها مع الوليدات توتالمو يعني كاملين يعني ما كتكونش فكره اللي ديجا ولا نص غادي نهزو ونخدموا مع الوليدات واحد التجربه خاصه اكيد اللي هو عايشينها وعارفينها. شكرا الله يحفظك الله يحفظك خويا. انا بغيت نسول زيزو واش الدور ديالو هو اللي اختاروه ولا كان زعما مفروض عليه من فرقه ديال الاخراج؟ جي بيرد هو جو زاني و سكبكب بقول حب وبقول حب
اذا فوالا جوك الحب يعني فهمت من الجواب ديالو انه لا الدور هو جاه ماشي هو اللي اختاره ياك ولكن غيلعبوا بكل حب هادشي اللي فهمت يا بوك بكل حب هادشي اللي وكنت نقوم غقه باش كنكسبوا مزواجه معايا وما كنداش ان شاء الله شحال دابا حتى انتم عطيتوا بزاف ديال لي زانفيتاسيون بالنسبه لهاد العرض الاول شحال من واحد تقريبا غادي يكون غدا في تقريبا وما ما واضح زعما العدد زعما من اللي فرقتو نتوما شحال اللي فرقتو غتكون نحيدو من 40% تكون هي لا صال تبارك الله كتهز كزيزو شي 450 ياك 450 فوالا 450 ان شاء الله تكون عامره كلها ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي اجي كنتمنى شكرا لك بزاف سوبر زيزو زكريا اللي كنتو معنا وجيتو من الرباط الصباح هذا ذكرنا غدا المسرحيه غتكون مع 5:30 في قاعه بحنيني في الرباط وكنتمناكم ان شاء الله هادشي اللي كنتمناو شكرا زكريا خويا جدنا جيزه لاميه ديال الصندار مروه